بقيت اصحابي بس امان كلهم لذاذ قوي، سيف وسليم وعلي سوبر نايس كلهم. انا يهمني ريهام وماري، لازم علاقتك تبقى كويسه بيهم، الناس دول صحابي قوي. مريم لذيذة قوي، ماشي. طول الوقت بتحاول تانكلود مين، تتكلم معايا طول الوقت. ريهام بقى لا، في حاجة غريبة، بتبص لي بصات غريبة. ماشي ماشي، بصي ريهام كويسة قوي، بس هي مشكلتها انها بتاخد وقت عبال بس كده ما تاخد على اللي قدامها وتفك معاه. بس صدقيني دماغها كويسة قوي، لما تعرفيها كويس هتحبيها قوي. تفتكر؟ أنا متأكد. ميبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. شفتي بقى اللي أنا كنت بكلمك فيه؟ شفت مراد دخل أوضة هانيا وقفل الباب. طب وإيه المشكلة؟ مش فاهمة. هو معنى ان هما دخلوا الاوضه يبقى في حاجه غلط هتحصل؟ على فكره مراد محترم، مش بتاع الحركات الشمال دي. كمان انت ناسي ان انا وانت ايام الخطوبه عادي كنت بتجيلي الاوضه، ما كانش في حاجه بتحصل؟ اه ما كانش في حاجه بتحصل، بس ده برضو كان غلط. انا داخله اغير. وايه اللي مأخر سيف وريهام كل ده؟ ما بيعملوا ايه؟ مسيرهم نازلين. ايه ده بقى شويه؟ يلا يا جدعان عايزين نلحق. خلاص خمس دقايق، لو ما نزلوش انا هطلع لهم. ايه رايك؟ هو ايه اللي انت لابساه ده؟ وانا ما فيش احترام لكلامي خالص؟ انا مش قلت ما تلبسيش حاجه عريانه؟ اقول لك ايه، تلبسي حاجه عتله؟ ما فيش ميه خالص. امال انزل البحر بايه؟ يا تلبسي حاجه عتله، ما فيش نزول. الناس على البحر كلها لابسه كده. ما تتدخليش، راجل ومراته بيتخانقوا في اوضه نومهم، احنا مالنا؟ سيبهم يعني يولعوا في بعض. انا فاكرها يا صح، هي صح بتعمل ده صح. سيف ده بقى غريب جدا بصراحه. امسك. ايه يا جماعه في ايه؟ صوتكم وصل لغايه تحت؟ مبسوط من الفضايح دي؟ يا ستي ولا فضايح ولا حاجه، ما كلنا بنتخانق. بس في ايه الكل ده؟ اتخنقت، جبت له وان بي زي ما هو عايز ومش عاجب، امال انا هنزل بايه؟ هو احنا جايين هنا ليه اصلا؟ انا ما كنتش عايز اجي اصلا عشان عارف اللي هيحصل كل ده، واحنا لسه في اول يوم. ثانيه واحده بس يا سيف، بس هي راحت عملت شوبينج مخصوص علشانك، قولي له. وانا المفروض بقى عشان هي اشترت حاجات عشان خاطري اقبل بحاجه انا مش موافق عليها؟ ليه؟ ما انت كنت بتقبل قبل كده وبيعجبك لبسي. اديك قلتي كنت. الوضع اتغير يا هاني. انت اللي اتغيرت مش الوضع. اه انا اتغيرت. خلاص يا مريم، اتفضلي انزلي انت وخلينا انا قاعده هنا. ما هو يا اما تعمل اللي في دماغها يا تقول لك انا مش نازله. اتفضلي يا مريم احنا مش نازلين. خلاص طب ممكن تهدي طيب يا ريكو؟ يلا يا مريم عدي اليوم ده بقى. طيب بس بالراحه بقى يا سيف، مش كده؟ استغفر الله العظيم يا رب بقى. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.